السلام عليكم. النهارده هنعمل وصفه جديده من وصفاتي، هنعمل السمك السنجاري. طريقه سهله جدا وبسيطه. نبدا على بركه الله، ثوم وفلفل، هفرمهم في الكبه، طاسه على النار واحط فيها الثوم والفلفل المهروسين مع شويه زيت واشوحهم. انا مش عايزاهم ياخدوا اي لون، يدوب بس يتشوحوا. هضيف كمون وكزبرة، وشوية من الملح، وكمان هضيف عصير الليمون. كده التتبيلة بتاعت السمك أصبحت جاهزة. عندي سمك بوري، هفتحه من الظهر وانضفه واغسله. بالشكل ده هجيب التتبيله اللي عملناها واتبل بيها السمك، اللي هي الثوم والفلفل والليمون. وهدخلهم الفرن تحت الشواية علشان ينشفوا شوية. لمدة 5 دقايق كده تقريبا قبل ما اجهز الخضار. عندي بقية التتبيلة اللي هي الثوم والفلفل، هحطها على النار واضيف عليها البصل. هشوح البصل بس يدوب يدبل كده، انا مش عايزه احمره. هضيف معلقه من هرسة الشطه للناس اللي بتحب الشطه، بحب الشطه ما استخدمهاش. هضيف جزر مبشور، شويه من الفلفل الالوان، وهقلب الخضار كله مع بعضه. وده هيكون الحشوه اللي هنحشي بيها السمك. هضيف شوية من عصير الليمون كمان. هخرج السمك من الفرن واحط عليه الخضار اللي احنا جهزناه. ما تتخيلوش طعم الخضار ده بيبقى عامل ازاي، طعمه رهيب. هرص الخضار على السمك وهدخله الفرن عشان يكمل السوا. بيطلع معانا بالشكل الجميل ده، ما شاء الله الطعم تحفة وصحي جدا ومفيهوش اي دهون زيادة. قدمناه مع رز صيادية. ودي كانت وصفتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، والى اللقاء في وصفات اخرى قادمة. سلام عليكم.